على سفح صخرة بالمدخل الشمالي الشرقي لمدينة المكلا، يقع حصن الغويزي أحد أشهر المعالم التاريخية في محافظة حضرموت. فقد بني هذا الحصن لأغراض عسكرية عام 1817 للميلاد، وظل لهذا اليوم واجهة تراثية للمدينة. حصن الغويزي الواقع منطقة الغويزي بليس المكلا، وخط الدفاع الثاني من المكلا، والذي يتضمن ثلاث حصون أساسية، بالإضافة إلى البعد التاريخي، حيث بني هذا القصر في حوالي 1817 ميلادي إبان الفترة الكسادية، ويعد خط الدفاع الثاني لمدينة المكلا بعد حصون منطقة الحرشيات. ما يميز هذا الحصن شكله المتفرد، إذ تم بناؤه على صخرة مشابهة لفك الأسد، إضافة إلى تصميمه الهندسي البديع بطراز معماري قديم من مادة الطين. ورغم العوامل الطبيعية التي مر بها الحصن، ما زال شامخا لآلاف السنين، حيث حرصت الجهات المعنية على العناية بهذا الأثر التاريخي وترميمه باستمرار. هذا الحصن مرت عليه كثيرا من السيول والأضرار، ولكن قامت بجهود من بعض السلطة المحلية ومهتمين بالآثار والمتاحف لترميمه. آخر ترميم كان العام قبل الماضي. هذا المبنى رغم قدم بنائه إلا لا زال متماسكا، لا زال يمثل واجهة سياحية لمدينة المكلا. تبنت الهيئة العامة للآثار والمتاحف في العام 2016-2020 مشروعا لترميم حصن الغويزي. الحقيقة أيضا ننتوي القيام بعدة مشاريع لكامل الحصون الواقع في منطقة الغويزي، بالإضافة إلى الحصن المشهور. هناك أيضا حصنان آخران، حصن البقرين وحصن الغويزي أيضا. وعلى الجانبين الأيمن والأيسر لحصن الغويزي يقع حصنان آخران، وذلك لحماية مدخل المدينة من أي تهديد أو عدوان خارجي. لكن هذين الحصنين التاريخيين حرما من العناية اللائقة، ما أدى إلى تدهورهما جراء العوامل الطبيعية. بالنسبة لهذا الحصن، حصن البقرين، أقدم حصن على مستوى حصون المكلة، وبني في أيام الدولة القعطية، ولا أحد رمامه ولا أحد اعتنابه، ومهملينه لليوم والليلة، رغم أنه حصن الغويزي رموه يمكن مرتين، وهذا ما عينوه له مرة، ما أحد رمامه مرة لليوم والليلة هذا، وهذا يعتبر ثلاث حضرمي لازم يهتمون به. اشتهر حصن الغويزي ليكون قبلة سياحية على مستوى اليمن، وأحد الأيقونات التاريخية لمدينة المكلا. ورغم الجهود المبذولة للعناية بهذا المعلم الفريد، إلا أن دائرة الاهتمام يجب أن توسع لتشمل بقية الآثار والحصون التاريخية المتدهورة والمهددة بالانتثار.